في دولة عربية يمكنك مشاهدة الغروب في اليوم مرتين. بناء شيده الإنسان. برج دبي تابع معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء بدي أذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وما تنسوا إذا عجبكم الموضوع شاركونا بالتعليقات. واليوم حديثنا إن شاء الله هيكون عن برج خليفة، فلنتعرف معا. برج خليفة ناطحة سحاب تقع في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. يعد برج خليفة أعلى بناء شيده الإنسان ومن أطول أبراج العالم بارتفاع 828 متر، وبدأ بنائه بإمارة دبي بداية عام 2004، وتم الانتهاء من الهيكل الخارجي لإله بالأول من تشرين الأول 2009، وتم افتتاحه رسميا بأربع كانون الثاني 2010 ليصبح البناء الأعلى في العالم. هو من إنشاء شركة إعمار، هو مبنى من الخرسين المسلحة، وتم تسميته ببرج خليفة تكريما لحاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان. بدأ العمل على إنشاء البرج ليكون في وسط دبي، وبلغت تكلفته الإجمالية 1.5 مليار دولار، وتم افتتاحه بحضور الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي. مساحة إجمالية بتبلغ 4 مليون متر مربع، وبيضم 180 طابق، وكمان بيضم 403 فنادق، وفي 57 مصعد كهربائي. أما سرعة المصاعد فبتصل إلى ما يقارب 10 أمتار بالثانية، والوصول لل 500 متر تحتاج إلى 55 ثانية. شركة إعمار تعد واحدة من أكبر الشركات العقارية بالعالم، وبيضم البرج أعلى شرفة مشاهدة مفتوحة للجمهور، كذلك أعلى مسجد وأعلى مطعم وأعلى حوض سباحة، بإجمالي مساحة مبنية 526760 متر مربع، مقسمة إلى 171870 متر مربع للوحدات السكنية و27870 متر مربع للمكاتب. وتم تصميم برج خليفة ليكون محور على نطاق واسع متعدد الاستخدامات، واللي بيضم كمان 30000 منزل، ونظام التكييف فيه بيتم بسحب الهواء من الطوابق العليا، لأنه بيكون الهواء أكثر برودة وأنظف من على الأرض، وبذروة تبريد الأبراج بتعادل ما يوفره 13000 طن من ذوبان الجليد في يوم واحد، أو حوالي 46 ميجاوات من الطاقة. وهلأ هنستعرض نحن وياكم بعض الحقائق والأرقام عن البرج الأطول في العالم. البرج بيتألف من حوالي 200 طابق، والطوابق العليا ما هتكون مأهولة، وهيتركز النشاط البشري في البرج حتى 160 طابق، وسيقيم ويعمل في البرج حوالي 12000 شخص، فيما يشبه المدينة العمودية. 95 كيلومتر المسافة التي يمكن رؤية قمة البرج منها، 124 رقم الطابق اللي بتتواجد فيه شرفة قمة البرج برج خليفة، أعلى شرفة مراقبة مفتوحة للجمهور في كافة أنحاء العالم، 160 عدد الغرف والأجنحة الفندقية الفاخرة اللي بيضم البرج، 605 أمتار الارتفاع اللي وصلت إليه عملية ضخ الإسمنت وهو رقم قياسي عالمي، 504 أمتار المسافة اللي بيقطعها مصعد الخدمة الرئيسي في برج خليفة وهو أيضا رقم قياسي عالمي، 49 عدد الطوابق المخصصة للمكاتب منها 12 طابق في مبنى المكاتب الملحق بالبرج، 57 عدد المصاعد ضمن البرج، 1044 إجمالي عدد الشقق السكنية ضمن برج خليفة، 3000 عدد مواقف السيارات الموجودة تحت الأرض، 5500 كيلوغرام وزن الحمولة اللي بيستوعبها مصعد الخدمة الرئيسي بالبرج، 500000 طن هو وزن البرج وهو فارغ، 28261 عدد الألواح الزجاجية المستخدمة في تنفيذ الواجهة الخارجية لبرج خليفة والمبنيين الملحقين به، 15000 لتر كمية المياه التي يمكن تجميعها من معدات التبريد في البرج بغرض إعادة استخدامها في ري الحدائق، 19 هكتار مساحة الحدائق المحيطة بقاعدة البرج، 12000 عدد العمال الذين تواجدوا في موقع العمل خلال فترة ذروة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وبالنسبة لإعمار برج خليفة، أعلن شركة إعمار العقارية ب 9 حزيران 2008 أنه بناء برج خليفة تأخر بسبب التشطيبات، وسيتم الانتهاء منها بأيلول 2009، ومع ذلك افتتح البرج بأربع كانون الثاني 2010 مثل ما ذكرنا بالبداية.
بالختام، حصل برج خليفة على العديد من الجوائز المهمة، وحصل على جائزة أفضل مبنى طويل في الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2010 من قبل مجلس المباني الشاهقة، كما حصل على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط كمان بعام 2010، قد لقب البرج ببناء القرن، وحصل كمان جائزة الهندسة المعمارية الدولية لعام 2010 وجائزة الإنجاز العربي عام 2010. نحن نتمنى أنه يكون الإنجاز العربي ما بس بالمباني، يكون بغير ذلك. وحصد جائزة البناء المتميز، وجائزة التميز في التصميم، وجائزة العمارة للمناطق العربية من العقارات العربية، وجائزة الهيكل التجاري من معهد المهندسين الإنشائيين. وفي الختام، هذا من صنع الإنسان، وهو بخلق الله ككل شيء غيره. والتطاول في البنيان أخبر عنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه من أشراط الساعة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وإياكم من غير سابق عذاب. بتمنى يكون هالموضوع نال إعجابكم، وانتظرونا فيديو جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك بقناتنا. شكرا لكم.